الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الحلقات الجميلة حول الكواكب هي بقايا كواكب انقزمة. في عام 1655 رصد العالم كريستيان هيوغنز لأول مرة الحلقات المحيطة بكوكب زحل، وفيما بعد اكتشف الفلكيون أن جميع الكواكب الغازية الضخمة في مجموعتنا الشمسية أي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون تمتلك حلقات خاصة بها. ألهمت هذه الأنظمة الحلقية الفلكيين منذ ذلك الوقت، لا سيما أن مصدرها بقي لغزا غامضا، لكن دراسة حديثة قام بها باحثون في معهد طوكيو للتكنولوجيا تقترح أن أصل هذه الحلقات هو بقايا كواكب انقزمة تفتتت نتيجة اصطدامها بالكواكب العملاقة. ربما تجيب هذه الدراسة على كثير من الأسئلة الملحة حول أصل هذه الحلقات وتاريخ تشكل المجموعات الشمسية. لإتمام هذه الدراسة أخذ الباحثون بعين الاعتبار مجموعة من العوامل. العامل الأول هو تنوع طبيعة الحلقات الموجودة في النظام الشمسي. على سبيل المثال تمتلك حلقات زحل كتلة كبيرة جدا 100,000 تريليون كيلوغرام، وتتألف بشكل أساسي من جليد الماء بنسبة 90 إلى 95%. في المقابل إن حلقات نبتون وأورانوس ذات كتلة أصغر وتحتوي على مواد قاتمة أكثر، ويعتقد أنها تحوي على نسبة أكبر من الصخور. لدراسة هذه القضية نظر الفريق إلى نموذج نيس، إحدى النظريات التي تدرس تشكل المجموعة الشمسية. تفترض هذه النظرية أن الكواكب الغازية الضخمة قد هاجرت إلى مواقعها الحالية التي حدثت قبل 3.8 ل4 مليارات سنة. خلال هذه الحقبة ضربت أعداد كبيرة جدا من الكواكبات القادمة من المنطقة الواقعة خارج حدود مدار كوكب نبتون الكواكب الداخلية للمجموعة الشمسية، ثم نظروا إلى بعض النماذج الحديثة التي تفسر تشكل المجموعة الشمسية والتي تفترض أن الكواكب الضخمة في تلك الحقبة تعرضت لمواجهات قريبة من كواكبات بحجم كوكب بلوتو. ثم استخدموا هذه النماذج للخروج بنظرية جديدة تفترض أن أصل هذه الحلقات هو كواكبات صغيرة علقت في جاذبية الكواكب العملاقة وتمزقت إرباً إرباً. للتحقق من هذه النظرية قاموا بأداء مجموعة من عمليات المحاكاة الحاسوبية ليروا ما الذي قد يحصل في هذه الحالات. يقول العالم ريوكي هيودو الباحث في قسم علم الكواكب في جامعة كوب والمشرف على هذه الدراسة: قد أجرينا تجربتين مختلفتين اعتماداً على محاكتين حاسوبيتين مختلفتين. في التجربة الأولى قمنا بضرب الكواكب العملاقة بأمواج من الكواكبات التي يبلغ حجم كل منها حجم بلوتو، ثم قمنا بحساب كمية الحطام الناتج عن هذه الاصطدامات، فتبين لنا أن كمية الحطام هذه كافية لتشكل الحلقات التي نراها اليوم. أما في المحاكاة الحاسوبية الثانية فقد درسنا ما الذي سيحصل لحطام الكواكبات على المدى البعيد، فوجدنا بأن الحطام سيرتطم ببعضه البعض ويتفتت ليشكل الحلقات الدائرية حول الكواكب الضخمة. تنسجم نتائج هذه المحاكاة مع الكتل الفعلية للحلقات حول زحل وأورانوس، كما أن هذه المحاكاة تتضمن الأقمار التي تدور حول هذين الكوكبين، والتي هي أيضاً على الأرجح نتاج تلك الحقبة من الاصطدامات مع الكواكبات في حزام كيبلر. كما أنها أخذت بالحسبان الاختلافات في تركيب الحلقات بين الكواكب، حيث أظهرت أن حد روش ليميت لكل كوكب يمكن أن يؤثر على نوعية المواد التي ستعلق بمدارات الكوكب، ويقصد بحد روش أقل مسافة ممكنة بين مركز الكوكب والجسم الذي يدور حوله، بحيث لا يقع هذا الجسم على سطح الكوكب بسبب جاذبيته. هذه الدراسة مهمة جدا لأنها تزيل الستار عن أحد الألغاز القديمة في المجموعة الشمسية، وربما تكون مفيدة أيضاً في دراسة الأنظمة الكوكبية الأخرى التي تكتشف خارج المجموعة الشمسية. يقول العالم هيودو: تقترح نظريتنا أن هناك حقبتان لتشكل الحلقات، الأولى خلال مرحلة نمو الكواكب والأخرى في حقبة القصف النيزكي المتأخر. يمكن تطبيق نموذجنا على الأنظمة الكوكبية الأخرى والتنبؤ بوجود حلقات حول كواكبها.